اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا معجنات، ولكن بمدرسه المغازي معانا عجينه هنعملها حلو وحادي، هندخلها في نوع من انواع الحلويات مشهور جدا في الريف المصري والصعيد المصري والدول الاوروبيه في كل مكان، حاجه كده خفيفه على المعده اسمها بغاشه. بغاشه بالعسل وحبه البركه. هنعملها ازاي؟ هي العجينه معانا، وهناخد نفس العجينه بمكوناتها ونعجنها مره واحده، هنعمل فطاير الدجاج المقليه المقرمشه، حاجه كده واخده من المطبخ المكسيكي والطعم المكسيكي زي الفاهيتا، ونشوف ازاي نحولها لفطاير مقرمشه بجبنه شيدر او موزاريلا. معانا سلطه النهارده انا بسميها موسوعه غذائيه من المكونات بتاعتها، والصوره الحلوه في مكونات السلطه الروس سلط تتحدث عن نفسها، اذا كان بروتين حيواني من البيض، كربوهيدرات من النشويات والبطاطس، فاصوليا خضراء مفيده جدا للجهاز الهضمي وكمان غنيه بالالياف، جزر فيتامين سي واحنا محتاجينه في البرد، واوميجا 3. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعتي فيها خبره طهويه باقل تكلفه ممكن تجيبيها وتعملي مطبخ زي ما انت عايزه، وهي دي الشطاره، انك انت مش عشان تعملي حاجه جديده وتعملي حاجه مفيده لازم تصرفي كتير، لا بالعكس، باقل تكلفه تقدر تخش اي مطبخ في الدنيا وتعملي الاكل اللي نفسك فيه اللي بتشوفيه في منيوهات مترجم وعايز حد يترجمه، لان معاك الشيف المغازي بتتابعيه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. مقادير البغاشه يا استاذ رحاب بعد اذن حضرتك. مقاديرها بسيطه وسهله، والحلو ده من الريف المصري والصعيد المصري، جميل جدا، من الحلويات السهله اللي امهاتنا بيحبوا يعملوه. عجينه عندها حلوه كده، بتاخد فانيليا، بتاخد بيضه، بتاخد دقيق، شويه حليب، معلقه زبده او سمنه او معلقه زيت اختياري. خلينا نولع الزيت بتاعنا ونسيب العجينه تتخمر، تاخد خميره ما تاخدش، انا بعملها بالبيكنج باودر بتبقى لطيفه وجميله، ونحمرها في الزيت. تقدري بقى تجودي وتبقي احسن من الشيف المغازي، تعمليها بعسل، تعمليها بحبه البركه زي ما انت حابه. المقادير على الشاشه، العجينه معايا اهي زي الفل، اللهم صل على النبي، ومعانا حبه البركه، الله، ومعانا العسل النحل، الله، ومعانا زيت شديد الحراره على النار، ونطفي النار من تحت الزيت بتاعنا عشان ما نخسرهوش، نقدر نحمر فيه اي حاجه احنا عايزينها بعد كده. تقدري تحمري طبعا بطاطس، تحمري لحوم، تحمري فطاير زي ما انت عايزه. نفرد العجينه مع بعض. طبيعي لما نيجي نفرد عجينه لازم معانا شويه دقيق ونشابه، الله، ونوسع الدنيا كده. انا سايبها للاخر عشان مخرجنا ساعه ما يقول يا شيف مغازي وقتك خلص تسمع كلامه. حمر لي بقى طبقين ثلاثة أربعة واحنا شغالين مع بعض. اللهم صل على النبي. حبة البركة بحطها ازاي؟ وانا شغال كده. شفت الشقاوة؟ انا عارف انتوا بتقولوا دلوقتي يا شيف مغازي، ما انت لما تحط حبه البركه دي على العجينه وتدخلها الزيت او تدخلها، حبه البركه هتنزل في قلب الزيت. ما تزعلنيش منك، انا مضيع عمري في المطبخ يا حاجه. الله اكبر، صلي على الحبيب قلبك يطيب. عناي، حاضر يا فادي. تحب حبة البركة؟ أزود لك حبة البركة. تحب السمسم؟ حط السمسم. لا دي ملهاش دعوة بالكمون. يعني والله عايز تاكلها بالكمون كلها، اختياري. آدي كمان حبة البركة. أنا بس بعلمك إزاي؟ في الأطراف؟ والنشابة بتاعتك أهم حاجة ما يكونش عليها مية. والعجينة تكون عجينة جافة. يعني إيه جافة يا شيف؟ بنفس المكونات اللي انا عاملها. شفت انا سايبها للاخر ليه؟ عند الزيت شديد الحراره، ونقطعها بقى باشكال هندسيه بقى، مستطيل ماشي، شكل خماسي ماشي، شكل رباعي ماشي، مثلثات ماشي، اختياري. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فينك يا قطاع؟ اهي جايبين لي قطاعه حلوه. شيل الاطراف دي مش عايزها،
اوعى ترمي العجينه دي، ما تزعلنيش منك بالله عليك. انا ما بحبش التبذير في المطبخ. معاكي فلوس ما معكيش فلوس، التبذير حرام. اطلعها كده بقى. الزيت شديد الحراره. بلعب انا. اول حاجه خلصنا شغلنا وقاعدين بنتسلى. ابنك وبنتك في البيت راجع من المدرسه، دخلي المطبخ يعمل الحركه دي، يفرح قوي بالصوت بتاع الايه؟ القطاعه دي. خاصه البنوته الصغيره الجميله الحلوه. بتتعلم مطبخ فرصه؟ لا يا فندم، لا يا فندم، كل واحد خايف على ماله. خايفين على الكاونتر. حلو. نيجي بالعكس. لسه ما خلصتش. اصبر على رزقك. شوف الشيف هيعمل ايه. شويه دي، هو ده الكلام. يلا قومي قومي واخبزي. شفت ليه حطيت دي؟ عشان الشكل ده في الاخر. على الوش كده. تشيليها كده باطراف ايدك كده. انا مش بكلف عليكي وبحملك فوق طاقتك انك تعملي حلو. الزيت اخباره ايه يا شباب؟ فيها حبه البركه. طبعا سبت. لا الزيت الحله حبيبي حبيبي حبيبي، مش الحله اللي كنت بحمر فيها الفطاير. لا خالص. والحلو ده على فكره والله العظيم انا بحبه. حبه البركه لما تتحمر دلوقتي هيبقى طعمها حلو قوي، وهتبقى فيها كريسبي كده وتحميره الزيت النظيف. واحنا مغيرين الزيت لسه، اول هسه اول وش الزيت. خلوا بالكم. وتطلع تلاقي الزيت بقى، تلاقي العسل النحل بقى، زهره البرسيم بتاعنا. يلا صلي على الحبيب، عيش اللحظه هو ده. وهي مكانها. يا ويلي. زي الفل. استنى هسه يقولوا لي دقيقتين بقى، يقولوا لي اربعه، انا بتبرمج. انتوا عارفين اللي بقدر اخلصه اخلصه، واللي ما بقدرش اخلصه بنعمله تاني يوم. احنا قلنا حاجه مطبخ. اروق الكاونتر بتاعي زي الفل. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا واحنا شغالين كده. المطبخ بحوره كتير. ازاي انك انت تقف في المطبخ؟ شايفين الحركه دي؟ دي تالت تعريفه. هتلاقي عند اخواننا اللي بيبيع الحاجات بتاعه المطبخ وادوات المطبخ والادوات المنزليه والحاجات دي كلها. في منها صغير وفي منها كبير، مش بعمل لها دعايه. بالعكس. الكاونتر بتاعك نضيف وزي الفل، وانا على الهوا، والحاجه في قلب الزيت. عشان في الاخر الباب هيخبط، جوزك هيجي فجأة، جارتك هتيجي فجأة، حماتك حبيبة قلبك هتيجي فجأة. تضحكي. ما تقولكيش انت مزروطة الدنيا ليه. حلو قوي. وننزل بوم كده وناخد بعضنا ونمشي. عينيا. زي الفل. مطبخنا نضيف. نشوف بقى موضوع البغاشة ايه. يلا بص على الزيت، بص على الحلاوة، بص على الزيت وشوف حبة البركة نزلت في الزيت ولا ما نزلتش. احنا مش بنهزر، مش بنلعب. في قلب الزيت في العسل يا عم الشيف، يجعل ايامنا عسل ان شاء الله. انا هعمل بقى حاجه حلوه بصراحه، هجود. المخرج قال لي معاك 3 دقايق، فرحت قوي على فكره واتبسطت قوي. اعمل ايه بقى يا شيف؟ احب انا الحاجات دي كده. ايه معايا؟ نار، ومعايا مكعبين من الزبده الحلوه، ومعايا عسل نحل. اذا انت غاويه يعني، اذا ما فيش صحه حلوه وزي الفل. إذا الصحة إيه؟ حلوة. طاسة على النار، وآخد الزبدة دي يا عم الشيف كده. عايز على البغاشة ما تتحمر شوية. كفاية أوي، كفاية عشان الكوليسترول. ركزي بقى. تسيحي الزبدة كده بالراحة. بس ألاقي الزبدة ساحت كده، وعشان أضمن إن هي ما تتحرقش مني وتسود مني. هسة هسة. أهي 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 أهي. ارفع إيدك أنت مصري. حلو. ونسيب الزبده تسيح.
هتعمل ايه يا شيف؟ اصبر على رزقك شويه، لازم تقعد لاخر الحلقه، لازم. انا دايما في معلومات وفي تركات كده بسيبها لاخر الحلقه عشان نندم ان احنا شفنا الشيف المغازي نص ساعه ومشينا. تبدا الحلقه تقعد جنب التلفزيون لغايه لما الشيف يخلص. خلي بالك. حاضر يا فندم. وانا مش عايز غير دقيقه ونص. تخيل انت بقى معاك في المطبخ بقى، وايه ده جوزك لو رجع وقال لك انا جعان هتقول بتستعجلني ليه؟ تخيل انت معاك مخرج بقى في التلفزيون دقيقه ونص. شفت البغاشه بتلعب في قلب الزيت، بتتكلم مصري، بتتكلم صعيدي، بتتكلم ريف مصري. تحمر، تقرمش، سامعين الصوت ده؟ السر فيه البيكنج باودر. النفشه اللي هي فيها دي السر فيها البيكنج باودر. القرمشه اللي هي فيها دي البيكنج باودر. العجينه مش مكتومه، السر في البيكنج باودر. تاخد خميره دي يا شيف؟ لا. علل ولماذا؟ لان لو خدت خميره يا ست الكل وانا باكلها هشم ريحه الخميره. وانا مش العسل على الزبده يا ويلي. العسل بيتكلم مصر. زهره البرسيم والله موجود في كل مكان وفي كل حاره. مش لازم نجيب العسل الغالي. ونقلب. اصبر عليا بقى، اكلك شويه بغاشه بحبه البركه والعسل والزبده دي اضافي مش مكتوبه في المقرر. ونجيب طبق التقديم بسرعة عشان هننضرب. الله الله عليك يا عم الشيف. استنى عليها هسه كده تصفي الزيت ونحطها في الطبق الحلو ده كده. بالله عليك اعملي الطبق الحلو ده وبلاش تشتري بقى دست جاتو وتورتايه ب 300 جنيه و400 جنيه وبعد الساعة 12 بالليل عليها خصم عشان ما تباتش في التلاجة والجو اللي احنا عارفينه ده كده. تضحكوا؟ والله العظيم بتكلم من قلبي ليكم. بغاشه اهي. يلا، في طريقتين لاكلها. الطريقه الاولى انا بحبها مع سكر بودر وقرفه ناعمه فيها حبه البركه، وبالطريقه اللي انا بعملها دي لاولادنا الحلوين. عسل نحل وزبده. يا ويلي، ايه ده يا شيف؟ وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.